متابعي قناة محمد علي تي في، مرحبا بكم معنا من جديد. فلوغ جديد ان شاء الله. اليوم غادي نمشي نشوفوا احتفاليات كريزي بويز، الفصيل المتابع لفريق الكوكب المراكشي اللي كيشجعوا الفريق ديالنا ديال الكوكب. والفصيل كريزي بويز غيحتفلوا اليوم 13 سنة على التأسيس ديالهم، يعني من اقوى المجموعات المغربية، من اقوى المجموعات اللي كانت دائما كتجول وكتصول جميع المدن المغربية، ديما كتديبلاصا مع الفريق المراكشي، وكذلك في الميدان ديالها دائما تساند الفريق في السراء وفي الضراء. تحياتي لهم كريزي بويز، فوق راسنا فوق عينينا، وكنحبوهم. بقاو معنا في هذا اللوغ هذا اللي غيكون زوين ان شاء الله. ساعة مبروك هذه. وللتذكير فقط، الناس اللي تقلقوا علينا، الكواكبة مشينا نتفرجنا في الديربي الرجاوي. انا راه ما رجاوي ما ودادي، يعني باش تكونوا مرتاحين من هذه الناحية هذه. انا راه مرجاوي ما ودادي، مشينا فقط من اجل مشاهده الديربي المغربي، ديربي اللي العالم كله تيتفرج. ماشي ضروري كنشجع شي فرقه من هادوك، مشينا نشوفوا داك الطابق الكروي اللي تيقدمه فريق الرجاء الوداد. انا راه كوكابي وديما كوكاب، وتحيه لجميع الكواكب الحراء من جميع انحاء العالم، وديما كوكاب. وعطي لخونا العاصم ان شاء الله اليوم الاحتفاليه غادي تكون زوينه. يلا بقاو معنا. دابا وصلنا الدنيا عامرة، كنتسناو دابا لي نوايو ديال كريزي بويز والكابو ان شاء الله باش تبدا الاحتفالية. الدنيا عامرة بزاف كيف كتشوفو، المهم ما كتشوفو، ولكن الدنيا عامرة منقدرش نوصفلكم شحال الدنيا عامرة هنايا. دونك تنتسناو الجروب يجيو يحضرو باش تبدا الاحتفالية ان شاء الله. بقاو معانا. خويا بخير، لاباس ناقص. كريزي بويز اليوم الاحتفال 13 سنة على التأسيس، باش كتحسوا نتوما كجماهير الكوكاب، باش كتحسوا في هذا النهار؟ واخا نهار كبير هذا ديما كوكاب، جينا بنا نحتفلوا 13 عام ديال على تاسيس الكريزي بوي، الجمهور جاي كثير وباغي تجي بلاصه ممكن ان شاء الله. وديما كوكاب تبارك الله عليك. جينا دابا لمحمد السادس، احتفال ديال كريزي بويز، تكرى 13 على التأسيس ديالهم. باش كتحس انت كعضو من كريزي بويز، كمشجع الفريق الكوكب المراكشي في هذا النهار هذا؟ نتمنى لهم ان شاء الله يتوفقوا في هذه المسيره ديالهم اللي غاديين فيها، وان شاء الله راه 13 عام ما سهلاش باش دازت الحلوه والمره ديالها، وحنا راه ديما معاهم وفي اي مدينه غتلقانا موراهم ان شاء الله. ديما كريزي بويز ديما كوكب ديما كوكب. بارك الله عليك. حضرتك شكرا. السلام عليكم. السلام بخير. اليوم الذكرى 13 لتأسيس فريق تأسيس فصيل كريزي بويز المساند لفريق الكوكب المراكشي. بالنسبة لهذا اليوم اللي هو كنقولوا حنا يوم عالمي لأي بهجاوي ولأي واحد عنده غير على هذه المدينة، حتى تشوف بحال هذا الجمهور وبهذه التحفيزات وبهذا الكم الهائل اللي جا اليوم. فرحة أنت غنجي يفرحوا بهذا النهار، حنا جيتي تشوف الجمهور. ماشي جمهور نتائج، حنا مع الكوكب السراء. قبل السراء اللي كنتمناه هو أنه تدوز احتفالية
كيف العاده احتفاليه عالميه ان شاء الله فيها لا شغب لا والو كلشي غنمشيو لدار السلام ان شاء الله. كنت سمعت قال لك وفروا شي 4000 تذكره 200 بالنسبه بيننا وبين الجمهور ان شاء الله. كنتمنى هو انه يكون واحد ديبلاس حضاري كيف العاده وروح رياضيه ان شاء الله. وتحيه من هذا المنبر للجماهير الفاسيه والجماهير المكنسيه اللي الصراحه لا جبتي مكناس راه ما بغيناش نعيشوا نفس الوضعيه انا حاش جيتي تشوف راه غادي في الطريق نتاع النادي المكنسي. كنتمنى هو انه يضافوا الجمهور المجهودات نتاع الجمهور كذلك السلطات والناس المدينه تاع مراكش راه خصكم تردوا الاعتبار لهذا الفريق. حنا عندنا لعابه زوينين لعابه باقي صغار ولكن كنتمنوا يكونوا لعابه عندهم خبره لحقاش ديزيام سيري عم تيجينا صعب من البريمير سيري بطبيعه الحال. ديزيام سيري فيه فراقي فراقي واعرين واعرين كاينين فراقي كاينين فراقي تيجيونا هنايا فراقي تيلعبوا باش يبيعوا هادشي اللي كاين. عندك فراقي تيعتمدوا على اللعابه باش يبيعوا البريمير سيري وكاينين بزاف اللي كنتمنى هو الفريق يبقى هو هو اللعبه هو هو تيجيبوا لنا عناصر تكون زوينه وتكون تاع الفريق ونحققوا الصعود ان شاء الله. وتحيه لك شكرا تبارك الله تبارك الله. شفتوا معنا كانوا الاحتفالات غايه في الروعه. احتفال بتاسيس الكريزي بوز ذكرى 13 ديالهم كان احتفال غايه في الروعه. نتمنى انه هذا الفلوغ ينال اعجابكم. نتلقى فلوغ اخر ان شاء الله. ديما كوكاب ديما كريزي بوز. شكرا للجميع.